والآن مشاهدينا نصل إلى فقرة ميديتاك، الفقرة التي ينقلنا فيها الزميل أنور ركحل لعالم التقنيات الحديثة وآخر الابتكارات في جديد عالم التكنولوجيا والتطبيقات. أنور صباح الخير. صباح الخير حسام، صباح النور مشاهدينا الكرام. أنور، بداية هذه الجولة من كاسبيرسكي التي يقول فريقها إنه تعامل مع 346 ألف ملف خبيث يوميا عام 2018. نعم حسام، وبذلك حفظت كاسبيرسكي على مكانتها في قمة نتائج مقياس توب 3 الذي يختبر حلول الأمن الإلكتروني الخاصة بالأفراد والشركات بعد تبوئها أحد المراكز الثلاثة الأولى عالميا في 77 اختبارا من أصل 88 في العام 2018. وبتعامل حلول الشركة مع 346 ألف ملف خبيث جديد يوميا، أي ما يقرب من 5 أضعاف ما كان يتم التعامل معه يوميا عام 2011 والبالغ 70 ألف ملف جديد يوميا، استطاعت حلول كاسبيرسكي سنة 2018 التصدي لمليار و846.9 مليون هجوم خبيث. إلى هذا الإعلان لإنتل أنور حول قيام حاسب أورورا العملاق بإجراء مليار عملية حسابية في الثانية الواحدة بالتعاون مع شركة كراي المتخصصة في الآلات فائقة السرعة. أعلنت شركة إنتل عن قيامها ببناء أول حاسب عملاق في الولايات المتحدة بقدرة إكسافلوبس، أي ما يعادل مليار عملية حسابية في الثانية الواحدة لصالح مختبر أراغون الوطني التابع لوزارة الطاقة. شركة سانتا كلارا أكبر مورد في العالم لرقاقات مراكز البيانات قالت إن النظام الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار والذي يطلق عليه أورورا مصمم خصيصا لكل من الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يتم تسليم أورورا بحلول عام 2021. وعلى ما يبدو أن الاتحاد الأوروبي يرفض حظر التعامل مع شركة هواوي. أنور، الأنباء تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يطالب دوله الأعضاء بحظر هواوي من شبكتهم اللاسلكية، مما يشكل رفضا لتحذيرات الولايات المتحدة من أن شركة الاتصالات الصينية تشكل تهديدا للأمن القومي. المفوضية الأوروبية سوف تحث هذا الأسبوع دول الاتحاد الأوروبي على مشاركة المزيد من البيانات لمعالجة مخاطر الأمن الرقمي المتعلقة بشبكات الجيل الخامس، متجاهلة النداءات الأمريكية لحظر هواوي. ومن المفترض أن يقدم أندروس أنسيب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الرقمية الموحدة التوصية يوم غد الثلاثاء، والتي بالرغم من أنها لا تتمتع بالقوة القانونية إلا أن لديها ثقلا سياسيا. شكرا جزيلا زميلي أنور ركحل على هذه الجولة عبر آخر مستجدات وابتكارات عالم التكنولوجيا في العالم. شكرا جزيلا لك.